السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. بدي أتشكر كل المشتركين اللي عندي بالقناة يلي عم يدعموني، إن كان بتعليقاتهم، إن كان باللايكات، إن كان بأي شيء عم يدعموني فيه، وإن كان باشتراكهم عندي بالقناة. بدي أتشكركم كتير كتير كتير. وتاني شغلة، أنا في عندي هلأ بصراحة فكرة جديدة حابب إني أعملها. بعرف انه بكير قناتي لساعتها جديدة مبتدئة، وانا بدي مين يدعمني، بس مثل ما بيقولوا بادر بالخير بيجيك الخير ان شاء الله. تمام، فانا هلأ القناة عندي بفضل رب العالمين، يعني صار في عندي 350 مشترك الحمد لله، وان شاء الله عم يزيدوا اكتر واكتر بفضل رب العالمين ودعمكم باذن الله. الفكرة هي انه رح كل فيديو رح انزله انا عندي بالقناة هلأ رح احكي فيه عن قناة. كيف يعني؟ يعني رح أعرض رابط قناة، قلكم إنه في هي القناة يا جماعة قناة حلوة مثلا، فوتوا ادعموا أخونا أو ادعموا أختنا لحتى كلياتنا ندعم بعض. يعني إذا ما عملنا هيك ودعمنا كلياتنا بعض ما رح يمشي الحال، فلازم إنه ندعم بعض. تمام، أنا علي إنه أعرض لكم القناة، قلكم إنه في قناة مثلا بتحكي عن القرآن، في قناة مثلا بتحكي عن البرامج، في قناة مثلا بتحكي عن الرفاهية، في يعني كل قناة مثلا شوفوا أنا هيك مثلا، بقلكم انه فوتوا شوفوا القناة، واذا حبيتوا تشتركوا فيها اشتركوا فيها. تمام، فهي فكرة انه والله حبيت هيك اضيفة يعني لحتى هيك شوي نحرك حالنا مثل ما بيقولوا. تمام، فانا بكل فيديو ان شاء الله عندي رح انزل اسم قناة لكم تفوتوا تتفرجوا عليها، بكون انا شايفة يعني شايف انه فيها شغلات حلوة يعني. تمام، يعني اليوم هلأ مثلا رح نبلش باول قناة ان شاء الله استفتاحت خير. قناة أخونا أبو شمر مشير التنني، ما بعرف إذا قلت الاسم مظبوط، بس يا جماعة بسم الله ما شاء الله عليه، عنده طريقة بتلاوة القرآن كتير كتير جميلة وواضحة. فرح أحط لكم هلأ مقطع عن الفيديو، تشوفوا مقطع الفيديو عنده وفوتوا واشتركوا عنده بالقناة، والله يختار لي فيه الخير يا رب. بسم الله صدق الله العظيم. مثل ما سمعتوا يا أخواتنا، يعني بسم الله ما شاء الله أداء جيد وتلاوة جيدة بسم الله، الله يجعلها بميزان حسناتك إن شاء الله. فوتوا على القناة، هي الرابط عنكم صار، ولا تنسوا دعموا لأخونا. يلا خلينا نبلش هلأ بالموضوع تبعنا. هلأ الفيديو تبعنا اليوم رح نحكيه، رح أحكي لكم نصائح مثل ما بيقولوا نصائح هيك سريعة على السريع مشان ما نمل يعني عن اليوتيوب. هلأ النصيحة اليوم رح نحكيها عن موضوع انك انت ودك ترفع الفيديو، شو الشغلات المهمة وقت اللي بدك ترفع الفيديو، يعني في شغلات لازم تنتبه عليها ودك ترفع الفيديو. تمام، هلأ رح أبلش وقلكم شو الفكرة يلي بدي أحكيها. ايه عفوا، وبالنسبة للناس اللي عم يشوفوا فيديو جديد هلأ ماكم مشتركين بالقناة، إذا سمحتوا فوتوا على القناة وتفرجوا على القناة، ومن فضلكم دعموني واعملوا اشتراك بالقناة واعملوا لايك وشاركوا الفيديوهات. تمام، يلا خلينا نبلش. هلا اول شغله رح نحكي فيها، لا تفكروا انه العنوان تبع الفيديو هو بس الكافي انه يجذب المشتركين لحتى يفوتوا يتفرجوا على الفيديو تبعك. لا، هلا في نحن عنا شغله، في شغله كتير مهمه كمان اللي هي الصوره المصغره، يعني الصوره المصغره يلي بتحطوها على الفيديو وقت الناس بفوتوا مثلا بيعملوا بحث بجوجل او باليوتيوب، فبيطلعوا بيشوفوا صورة الفيديو من برا،
هاي الصورة بتلعب دور كتير كتير. تمام؟ أنا ليش عم بحكي لكم هاي الشغلات؟ أنا عم بحكي لكم هاي الشغلات لأنه أنا وقت اللي بلشت أعدل هاي الأمور فرقت معي القناة. يعني القناة كان ما يجين عليها مشتركين يمكن بالأسبوع 3-4، بس بعد ما اتبعت هالأمور هاي كلياتها والنصائح بصراحة من إخواتنا كمان اليوتيوبرية الله يجزيهم الخير، في عالم كتير عنده أقنية كمان فيها نصائح كمان الله يجزيهم الخير، أنا استفدت منهم يعني. تمام؟ فأنا هاي وجهة نظري هلأ اللي عم بحكي، أنا وجهة نظري. فالصورة المصغرة بتلعب دور كبير، يعني أنتوا لازم تعملوا صورة مصغرة للفيديو يلي بدكم تعملوه تكون ملفتة للنظر. تمام؟ هاي عنا نقطة. نقطة تانية العنوان، يعني العنوان ما لازم يكون طويل، يعني ما تحطوا عنوان طويل مثلا، يعني مثلا أنتوا عاملين عنوان عاملين فيديو عن طبخ، والطبخة مثلا اليوم أنه طبخة الدجاج مع الرز وكذا، يعني لا تطولوا الكلام، يعني لا تكتبوا أنه كلمات طويلة، لا خلص طبخة شو هي مثلا، لنفترض مندي. تمام؟ باختصار يعني حاولوا تكتبوا أنتوا بين 20-30 حرف مو أكتر. تمام؟ يعني ما تطولوا كتير العنوان. وهي شغلة. شغلة تانية لا تحطوا الإيموجن. هلأ في الإيموجن هدول بنحطوا السمايلات والحركات وكذا، هدول لا تحطوهم، يعني هدول بصراحة أحيانا بيأثروا كمان على محركات البحث. تمام؟ إذا كتير كتير حابين كنت تحطوا، حطوا إيموجن واحد. تمام؟ ما تحطوا كتير، حطوا إيموجن واحد. تمام؟ هاي شغلة. شغلة تانية حاولوا كمان بالفيديوهات اللي أنتوا بدكم تنزلوها ما يكون في تشابه، يعني تشابه كلمات أو تشابه أسماء. يعني مثلا أنتوا بدكم تعملوا فيديو عن الطبخ، فتوا على مواقع تانية، شفتوا أقنية تانية حاطين مثلا عنوان، عجبكم عنوان أنتوا أخذتوه نسختوه حطيتوه مثل ما هو، لا هي مو منيح هاي الشغلة. شوفوا العنوان بس أنتوا ألغوا منه شيء للعنوان وضيفوا عليه شيء أنتوا ببالكم هيك، يعني مميز يكون مميز. تمام؟ هاي شغلة كمان كتير مهمة. وحاولوا دائما حطوا العبارات سهلة وتلفت النظر، يعني مثلا انه اسهل طريقة لطبخ المندي. تمام؟ مثلا اسهل طريقة لتعلم اللغة الألمانية. تمام؟ مثلا افضل 10 نصائح لقناتك الجديدة. يعني استعملوا كلمات هيك يكون فيها أفضل، أسهل، أقدم، أسرع، يعني هدول الكلمات استعملوها لأنه تلفت النظر. تمام؟ حطوا كلمات تلفت نظر. وهي نصيحة مهمة جدا جدا، لا تحطوا عنوان الفيديو وصورة الفيديو غير اللي موجود بالفيديو. يعني أنتم مصورين فيديو مثلا عن طبخة معينة، لا تحطوا صورة انه مشان تلفتوا نظر انه والله لشغله، بس انتوا عاملين غير طبخه بالفيديو وغير معلومات وغير قصه. هاي الشغله بتضر كتير. يعني مثلا مثل واحد مثلا حاطط فيديو انه عم يحكي عن السيارات وكاتب انه عالم السيارات، وفوتوا وفرجوا على السيارات اللي حاططها، وسيارات خارقه وحارقه متفجره. تمام؟ فبيطلع الواحد على العنوان انه ملفت، يعني والله عنوان حلو، بيفوت لجوا على الفيديو بيطلع هيك بلاقي بسكليتات وسكوترات. تمام؟ فبيطلع هيك انه شو هالتافه هذا يعني. تمام؟ طبعا مع احترامي للكل يعني، فانه هاي القصة ديروا بالكم منها. تمام؟ فلا تحطوا صورة ولا تحطوا عنوان ما له علاقة بالفيديو واللي عم تحكوه انتوا بالفيديو، شو عم تحكوا بالفيديو، شو المعلومات بالفيديو، حطوا العنوان تبعها مشان ما الناس تنفر من القناة تبعكم. هاي نصيحة مهمة. تمام؟ يعني شو موجود بالفيديو حطوا الصورة والعنوان نفس اللي موجود بالفيديو. تمام؟ هاي شغلة. شغلة تانية مثلا وتحطوا انتو مثلا الفيديو كنت تعملوا ترفعوا الفيديو، في عنا الوصف كلياتنا بنعرف الوصف اللي انتو تكتبوا فيه شو هو الفيديو، بتكتبوا فيه انتو اللي بدكن يا. تمام؟ حاولوا تكتبوا بالوصف اكتبوا انه مثلا شو هو الفيديو، واكتبوا نبذة عن الفيديو، يعني الفيديو عن شو عم يحكي، بيحكي مثلا عن طبخة المندي، حطوا مثلا انه طبخة المندي حطوا معها مثلا المقادير انه واحد مثلا كيلو جاج، بهارات كذا كذا كذا، انتوا يعني شو عندكم مثلا الموضوع حطوا بالوصف شو النبذة عن الفيديو. تمام؟ هاي شغلة. شغلة تانية
أهم شيء كمان موضوع كتابة العلامات. عرفتوا وين كتابة العلامات؟ كتابة العلامات اللي بتجي، هلا رح أحط لكم ورجيكم وين كتابة العلامات اللي هي بتجي، إنه بدك تحط الكلمات مشان يطلع الفيديو تبعك من محركات البحث، إن كان بجوجل، إن كان باليوتيوب، إن كان مواقع تانية. تمام؟ هدول يعني بصراحة كتير مهمين إنك إن بالعلامات تحطوا كلمات تكون تطلع بالبحث. تمام؟ هلا أنا رح أعطيكم طريقة أنا بصراحة بستخدمها، هاي الطريقة رح أقلكم عليها هلا ورجيكم كيف باليوتيوب، بالجوجل أو باليوتيوب. تمام؟ أنا بطريقة هي كتير بستعملها. مثلا أنا بدي نزل فيديو عن اللغة الألمانية، تمام؟ فبدي شوف أنا بمحركات جوجل شو ممكن الكلمات المفتاحية اللي هي تخليه يطلع الفيديو تبعي مثلا بالبحث. بفوت على جوجل، شوفوا شو بعمل، بفوت على جوجل بكتب مثلا تعلم اللغة الألمانية، تمام، بسهولة. بشوف هون جوجل شو أعطاني خيارات. جوجل بتعطيني خيارات إنه هاي الكلمات فيك تحطها، معناتها هاي الكلمات إنه أنا وتحطها على الوصف تبعي وبالعلامات بتطلع بالبحث. تمام؟ لأنه هاي الكلمات هو أعطانيها خيارات إنه هي موجودة، هي عبارات فيك تستعملها. تمام؟ أما إذا ما طلع لي مثلا، شوف اللي بكتب مثلا كلمة تانية ما طلع لي مثلا عبارات، معناتها هاي الكلمة ما بتل، يعني صعب انها تطلع بمحركات البحث تبع جوجل. تمام؟ شوفوا يعني هلا مثلا انا عم بكتب تعلم ألماني كيف ما بدي، يعني شوفوا ما عم يعطيني خيارات، شايفين؟ يعني شو هي انه تعلم ألماني كيف ما بدي؟ ما في هيك، ما في هيك شيء بالجوجل بيطلع هيك بحث، فلازم يكتب مثل ما كتبنا نحن. تمام؟ بالإضافة في برنامج أنا عملت عنه فيديو وقلت لكم عنه كمان، هذا كتير كتير بيساعد بأنك تحط كلمات بالعلامات عندك مشان تساعد بوجود الفيديو تبعك محركات البحث، اللي هو الفيديو قلت لكم وحطيت لكم يام اللي بيحكي البرنامج كان عن تاج يو، اسمه برنامج اسمه تاج يو. اللي ما شافه بإمكانكم تفوتوا على القناة عندي، تفوتوا وتشوفوه، ورح حط الرابط أنا هلا تبعه مشان تشوفوا إذا بتحب. تمام؟ تمام، هلا رح نكتفي اليوم لهذا القدر من المعلومات، بكفي. في معلومات تانية ان شاء الله بنحكيها بفيديوهات تانية، بس هلا رح احكي هاي المعلومات اللي مثل ما بيقولوا اني سريع على السريع، ما بدنا نطول كتير مشان ما نمل. تمام، فهدول المعلومات اللي حكيت لكم اياها باذن الله يعني اتبعوها ورح تلاقوا فرق كبير بقنواتكم. تمام، في شغلات تانية رح احكيها انا عن موضوع القناة، رح احكيها بفيديوهات تانية ان شاء الله. تمام، بتشكركم لحسن المتابعة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملونا لايك وتشاركوا الفيديو، ولا تنسونا من التعليقات، تعليقاتكم الحلوة أنا عطول بحب تعليقاتكم وآرائكم بشي اللي عم أدمه. تمام، فلا تحرمونا منهم لهذول التعليقات الحلوين. بالإضافة للناس اللي عم يشوفوا الفيديو جديد، رجاء ثم رجاء اشتركوا بالقناة وعملونا لايك. تمام، بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.